وقبل ما نبداو تحيه لبو عزه ومحمد من هنا حتى لطنجه، تحيه لكم. الصراحه باش ترد الذكريات تقريبا هذه شي 15 سنه ما تستيش ديك البلاصه، راه كتجيك نيت متشوق انك تشوف دوك البلايص. دوار المخازنيه فاش تزادينا فاش سكننا هو هذا، نقلبوا على الباب ديالو ونشوفوا. يلا اذا للاسف ان القناه الشي راه طاح، دوك الديور فاش كنا ساكنين كلشي طاح. ترجعوا جلي ما بقاوش ولا مؤخرا هادي شي 10 سنين خرجوهم وعطاوهم كل واحد عطاو لوطيران ديال 30 مليون داخله وريتك مسوس. لا حنا خرجنا في 95 خرجنا. مرحبا بكم على قناة خالد با يوسف. اولا وقبل كل شيء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بقناتنا حتى يصلكم الجديد. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. الصراحه هذا الفيديو ترددت واش نصور ولا ما نصورش، ولكن في اخر المطاف قررت انني غادي نصور. دابا خصني قد شي اوراق وخصني عقود الازدياد. عقود الازدياد كاينين في تادلا. في هاد السنوات الفايتين كاملين كان واحد السيد اللي كنشكروه بزاف، الاسم ديالو حميد، هو اللي كان كيصيفط لنا عقود الازدياد من تادلا. دابا قررت انني نمشي بيدي باش نجيبهم منها، غادي نصور البلاصه فين كبرنا والبلاصه اللي دوزنا في الصغر والبلاصه اللي هذا تقريبا 8 سنين كان عندي، تقريبا 8 سنين عاد خرجنا من تما. الصراحه مازال عاقل على الدار ديالنا، عاقل على البلاصه فاش كنلعبوا، عاقل على بزاف ديال الحوايج، وقررت اني غادي نمشي وغادي نصور هذا الشيء. دابا غادي نمشيو في الكار غادي في 11 تقريبا، كيوصل في 5 ولا 4 الصباح، غادي نشدو شي قهوه حتى كيضوى الحال، عاد نمشي نقضي الغرض ديالي وغادي نرجع نصور دوك الذكريات اللي مازال مترسخه في الذهن ديالي من هاد الصوره هذه ديال الروض. ها هي وبزاف ديال الذكريات تما. الصراحه باش ترد الذكريات تقريبا هذه شي 15 سنه ما تستيش ديك البلاصه، راه كتجيك نيت متشوق انك تشوف دوك البلايص فين. وكنعتذروا لاننا غادي نصوروا بواحد الكاليتي ناقصه، لان الهاتف اللي هز معايا غادي نصور به هذا معطل. الله هنا وقفنا حتى تعشينا، وكان ما عرفتش بالضبط اش هاد البلاصه هادي، ما عرفتش شكون هاد البلاصه. المهم الصراحه هاد البلاصه بارده بزاف، كاين واحد البرد السم هنا، ما عرفتش سميت هاد البلاصه. المهم بارده، واخيب حاجه هي انك غادي تاكل شي حاجه اللي غادي تاكلو دابا هنا وكتسنى الكار. احنا في نفس هاد لا قلنا غادي نلقاو شي قهوه اللي حاله، صدقنا كلشي سد، نتسناو هنا تيضوى الحال. اخيرا احنا لقينا واحد القهوه، واخا راه صعيب انك تسنى من 3 دابا ونص وقتاش 9 ولا 8 صعيبه ماشي مشكل. صراحه اللي لاحظت ان المحطه ديال تادلا نقيه، ماشي نقيه في الارض ديالها ولا نقيه من الناس اللي فيها زعما دوك الناس ديال الكريساج، الناس موسخين، وهذا محطه نقيه وعقليه نقيه. اخيرا تضوى شويه الحال. دابا حنا غاديين نسولوا على البشاويه، ملي لقاو البشاويه غادي نقضاو فيها الغرض، ومن البشاويه نيت راه البلاصه فاش كنا ساكنين راه قريبه. واحد ورا ليا واحد قال لي سير نيشان هنا، ولاني وصلت نيشان ما كاين والو. اخيرا احنا ها هي البشاويه. دوار المخازنيه فاش تزادينا فاش سكننا هو هذا، نقلبوا على الباب ديالو ونشوفوا. يلا اذا للاسف ان القناه الشي راه طاح، دوك الديور فاش كنا ساكنين. لقيت السيد قال لي ان ما بقاش هذا الشي، راه كانوا ساكنين. ها هو كلشي طاح، كنا في الدار الجوجه الاولى، الجوجه دار الجوجه لي دار الجوجه. مش حال هادي ما بقاوش ولا مؤخرا هادي شي 10 سنين خرجوهم وعطاوهم كل واحد عطاو لوطيران ديال 30 مليون داخله وريتك ما استفدتش. لا حنا خرجنا في 95 خرجنا. انا ما استفدتش، ما بغيتش نشد هنا. داك كون تدريس ولا داك الشيء اللي عملت الناس كيفابور استافدوا الناس اللي هنا وردموا هذا الشيء كامل، رموا داك الشيء ورموا المسجد. اذا كيف ما كتشوفوا قالنا ان ما بقى والو، هذا الشيء تردم. كنا في الدار الجوج هذاك فيها الربيع دابا. هنا كنا كنخرجوا، كنا كنلعبوا هنا في هاد الجنب هادو كاملين.
السيد اللي هنا قال لك حتى هو قال لك راه من القدام الناس ديال بين قلت لي بين 81 و 95 قال لك حتى هو راه كان تما قال لك كنت في ديك الوقيته معكم هنا قال لك راه ما بقاش قال لك هذوك استافدوا من الديور وردموا كاع هاد السكن ديال المخازنيه. الصراحه هاد ولات نقيه مقارنه مع شحال هادي نقات وتقادات. اذا كما كتشوفوا كنا بغينا نصوروا لكم الدار ولكن القناره طاحت. من الذكريات هي كان واحد في الطوره هنا كان كيزرع مطيشه وكنمشيو كنحيدو عليه وكيتبعنا كنجيو كنجريو للدار. هاد الشارع هذا كنا كنلعبوا فيه. نزلنا من اللور ديال القشله نشوفوا كما راه كاين فين ندخلوا. اذا ضربنا الدوره ما لقيناش الباب هذا جهدي عليك المغرب. جوج بيبان اللي كاينين في الشارع هنا واحد راه سدو ها هو والاخر اللي فيه هي دابا نمشيو نقادو الوراق ديالنا. الزهر ديالنا اننا لقينا البلديه دايرين فيها اضراب وحلنا واش غادي تشدو طين ولا غادي تكمل طريقه وترجع عاود تضرب مئات الكيلومترات. ولاني جاب لنا الله واحد الموظف دائما كتلقى في الموظفين واحد الموظف اللي زوين اللي كيتعامل مزيان خليت ليه المعلومات وقال لي غادي نصيفط لك في الكار. عرفتي باش غادي يقولوا لك راه دايرين اضراب راه صاعقه ودير راسك بلاصتي يا صاحبي. شوف انت دابا ضرب مئات الكيلومترات واش غادي ترجع واش غادي تشدو طين واش غادي دير ما تلقى ما دير. اذا دابا ملي فكينا المشكل وقضينا الغرض ضربت لي في الراس واحد الفكره علاش لا ما نمشيوش نشوفوا التيران ديال تادل ديال شباب تادل شباب قصب تادل. يلا عرفتي شحال ديال الطريق ضربت على رجلي كتشوف شي واحد كيقول لك غير هنا غير تفوت القنطره فين كاينه. هو التيران فيه الاضواء الكاشفه علاش ما كيلعبوش فيه بالليل؟ ها راه المقابلات بالليل كيكونوا احسن. لقيناهم انهم كيترينيو وما كيدخلوا غير اللي داروا التحاليل. اذا ما فينا اللي بدا يعاود التحاليل درناهم اربعه المرات. اذا السلام عليكم. اللعبه هو مزيان كيبان لنا العشب عنده طبيعي ماشي اصطناعي اللي بان ليا من هنا وكنتمنى لهم التوفيق حظ اوفر في قادم المقابلات. عودا للمحطه باش نمشيو نرجعوا. يلا السلام عليكم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك بقناتنا حتى يصلك الجديد.